هذه الصور التي تظهر حطام المسيرة التي سقطت في إلياكيم جنوب حيفا. إذن هذه هي الصور، نشاهد أجزاء من المسيرة التي سقطت في إلياكيم جنوب حيفا، وعلى إثرها أصيب شخصين وفق ما أفاد الإسعاف الإسرائيلي. وبينما نتابع هذا المشهد في حيفا، هناك جزئية أود أن ألفت إليها. اليونيفيل منذ قليل أعلن عن إطلاق النار باتجاه جنوده، أو قال إن إطلاق النار باتجاه جنوده انتهاك للقرار الأممي 1701، وعلى السلطات اللبنانية إجراء التحقيق. وعلى ما يبدو أنه تم استهداف إحدى دوريات اليونيفيل وتعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين بالقرب من قلوي جنوبي لبنان.